جبراني اخويا مبلاني وما نكذبش عليك، هما يمشي حنينه فيا وحنينه في خوتي كاملين، وما توقعناش اخويا غتموت، ولكن اخويا الله يرحمه وسع على هذه. سيدنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كاع اللي كيتابعنا وكاع اللي غادي يشاهد هذا الفيديو هذا، كنبغي نوجه لك واحد التحيه كبيره وكبيره ومن القلب، وتنتمنى انك تضغط على زر لايك واشتراك في القناه. وكنبغي نستغل هذه المناسبه هذه نوجه التعازي ديالي الحاره للعائله ديال الفنانه الشعبيه الحمداويه ولكل الناس اللي كيعرفوها لا من قريب ولا من بعيد. انا لله وانا اليه راجعون. تنتمنى لكم حظ موفق، وتنتمنى انكم تشتركوا في القناه باش يوصلكم المزيد من الفيديوهات ديالنا. وكنوعدكم باعمال قادمة إن شاء الله، غادي تكون في المستوى، وغادي نطرق المجموعة ديال المواضيع اللي غادي نديرو حولها الآراء ديالنا والنظرة ديالنا الخاصة والموضوعية لمجموعة ديال الأحداث اللي كطرأ على الساحة الوطنية. وتتمنى أنكم تتابعونا على الموقع ديالنا المنتدى بريس، وكذلك الصفحة على فيسبوك الواقع تي في. خويا غتموت، ولكن اخويا الله يرحمه وسع على هذيك القبور. اخويا شنو اللي نقول لك، وكنقول الله ينصر سيدنا على الرعايه ديالو، بقى معانا من الاول حتى الاخر، ودعوا لي مع امي بالرحمه. اخويا شنو اللي نقول، شهاره ديال التراث. اخويا التراث الشعبي. اخويا كنا تنشوفوا ما كانش الدار تشكو عندها فنانه. اخويا بابا محلول من كل شيء، وحنينه وجمعه وليداته وحنينه في وليداته. اخويا الله يصبرنا ويصبر الجميع. اخويا ساعدش عده فنانه. اخويا دعوا اخويا مع امي. نمشي بغيت نقول الكلمة اللي بغيت نقول في حق الجمهور المغربي هو يدعوا لي مع امي. مشيت لك امي، مشيت تدي قاد القبر وتبت امي، مشيت على السؤال وفقدناك وغنتوحشوك، ودابا توحشناك وخليتي لنا الدار خاوية اخويا وصافي اخويا. شكرا. الله يرحمها، هما جايبينها دابا، هما جايين. الله يرحمها وسع عليها، غير طلبوا لها. على المغاربة كاملين. على امنا كاملين، نجدانا كاملين، الله يرحمها وسع عليها. الله يصبرنا كاملين، لا الجمهور ديالها ولا الفنانه ولا الجيران ديالها. ها هي من هنا كانت مسكينه كتطلع لينا وتشير لينا. الحمد لله، الحمد لله، ربي عزيز وهي عزيزه وربي اعز منها وبغاها باش ما تعذبش. هي اللي ريستي فوق حتى لا ديغنيغ مينوت، والحمد لله الحمد لله حتى الاخر دقائق في حياتها، وكانت صباره. ويلاه جات عندي طالعه في الدروج للدار عندي، ما الحمد لله الله يرحمها. كانت ام المغاربه كاملين، كانت كتعاون كاملين، كتعاون الناس كاملين، وحنينا في كل شيء. الله يرحمها، دعوا دعوا معها بالرحمه، الله يعطيكم السر عافاك. الله يرحمها.